اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسلام؟ ازي حضرتك استاذ محمود صبري؟ ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف ومنور. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. موسم جديد ان شاء الله، بدايه الدوري يعني. ان شاء الله. طب رايكم بقى على طول في بدايه الدوري، اتفرجتوا على الثلاث ماتشات النهارده؟ طبعا. الناس صارفه ومكلفه بس ده ما ظهرش كويس يعني. مثلا اسوان جهد الكابتن ربيع باين، لكن واضح ان الموضوع، ودي بقى عظمه ان شاء الله، ان الدوري المصري يحاولوا يوسعوا له كده موسم ولا حاجه استثنائي زي ما دايما بنطالب، علشان يبقى في ماتشات وديه، اللعيبه اللي تركب مع بعض الفرقه وهم جداد على بعض محتاجين ده، محتاجين الالفه الفنيه. وبالتالي لعيبه كتير قوي جداد على بعض يا دوب عمالين يعني ايه يفهموا بعض. ده بالنسبه لاسوان. فرقت عن الاتحاد السكندري، واضح ان الحاج محمد مصلحي ما شاء الله عليه يعني خبرات متعاظمه، جسم الفريق نفسه ما اتكسرش، اضافات كتيره كمان، اختار واضح بعنايه كده مبدئيا المدير الفني الصربي اللي معاه، راجل من الناس اللي ما بتقعدش، بيتكلم مع الفرقه وتشوفه لعيبه خارج، لا راجل محترف بيروح للعيبه وهو خارج يعني، شكرا مش ناسي انه بذل جهد. وبالتالي ثلاث نقط كانت مهمه جدا للاتحاد السكندري، اللي يعني مجلس ادارته الحقيقه شغال على افضل ما يكون، لكن في نفس الوقت يزعلك على اسوان بعد الطفره اللي بيحاول يعملها ربيع وهيثم عرابي الحقيقه يعني. لكن في حاجه بقى في الماتش معايا الحقيقه برضو المستشار الشافعي صالح رئيس مجلس اداره نادي اسوان، وبرضو عاملين كمجلس اداره طبعا هم اللي في ظهر مؤكد. ما انا بقول ان هم احسنوا اختيار فكره محترفه يعني. مزبوط. لكن في نفس الوقت بقى بالنسبه للناس اللي بتعمل التوقيتات يعني، ايه تلعب في اسوان الساعه 3 ليه النهارده الثلاث؟ واللي عايز يقول بقى الدوري الانجليزي، الكلام ده لو في الدوري الانجليزي سبت وحد مش يوم الثلاث، يا سيدي العب بقى هناك خمسه، وخلي الانديه غير الشعبيه تلعب ثلاثه معقول يعني. لانه في الماتشات اللي فيها انديه شعبيه يا جماعه في وسط الاسبوع، اللي يروح المفروض يا هربان من الشغل، يا ما راحش المصنع، يا ما راحش الجامعه، ما هو مش معقول يعني الناس كلها اجازه. صحيح. ده الماتش الاولاني. الماتش الثاني طبعا فاركو، رغم ان هو مغلق عليه يعني من الفيفا في فكره الاضافات، لكنه تماسك برضه، ودي برضه تبين ان الشراء مش شهوه والشراء مش انتصار. او يمكن كان محتاج دعم لكن بما انه ما دعمش، لكن ما خسرش التيم. البنك الاهلي خطف الماتش بجون وكسب يعني. المباراه بقى الاخيره، مباراه بتقول لإيهاب جلال فرصتك الاخيره يا كابتن إيهاب، علشان فكره الاسم اللي تعاظم انت تعبت فيه اكيد، لكن انت خدت فرص كبيره برضو يا كابتن إيهاب، شكلها كده مش هتبقى حلوه ابدا اذا لحقتك الاخفاقات يعني. انت ما بتحسنش استغلال الفرص دي من وجهه نظري. انت كمان فكره انك سبت فرقه عشان المنتخب، بس معلش قبل ما حضرتك تكمل كلامك، كل الكلام ده عشان خسر ماتش؟ لا، عشان الاداء. الناس هتقول كده يعني. الناس هتقول كده. ما انا كنت هاني كلامي ان انت محتاجين منك خمس مباريات كتله واحده، نشوف انت هتقدر تعمل توليفه وتركيبه ولا لا، ولا هي الفكره فكره ان يبقى معاك تيم زي ما بدات طفرتك الاولى مع مصر المقصه، محدش عايز منه حاجه وبتقول للعيبه العبوا. هو من الناس اللي بتحب الحداثه صحيح، وعنده طور، لان إيهاب صرف يعني على نفسه من بدايه وجوده كمدرب، سافر كتير انا عارف ده كويس، لكن في النهايه انت دخلت لعيبه كتيره، الشغل مش باين الا اذا كان خلال اربع لخمس مباريات. أوكي. نقدر نقول كلام نهائي في فكره الاسم اللي بقى كبير قوي. اخشى انه ما يبقاش فيه حصيله فنيه من الاسم ده، هتبقى مش حلوه في سجل حبا في مدير جلال. فني مصري مؤكد. طبعا انا بقول عمل كل بيحترمه وبيقدره وراجل فعلا، ده اللي تقول عليه جنب الفنيات، هو مهذب ومؤدب. بالزبط. وكلنا نزعل لو عنده اخفاق يزعلك منه. صحيح. لكن الناحيه الثانيه كمان، معرفش ليه المصري خلص لعيبه كتير قوي. هل السيد كامل ابو علي كانش عنده مستشاريه فنيه ماشيه لعيبه كويسه الحقيقه، وجاب لعيبه الحكم عليها مبكرا برضه يصعب زي ما حضرتك قلت. صحيح. وانت اكتر حد بتاع كوره في المجلس ده يعني. وبالتالي خلينا نقول انه في بعض الاشياء يبنى عليها، خاصه في حيز ابناء كلاتنبرج يعني، اللي انا خايف لحسن يبقى نسخه مصريه بعد شويه،
انه الاحتكاك المشروع ماشي الحال، حاجات كده يعني. ما شفناش حاجه يعني قويه. هنتكلم عن الجزء بتاع التحكيم ده بس يا استاذ عصام، لانه جزء مهم طبعا، دايما بيبقى هو الاهم على الاطلاق، هو الاهم، هو اللي هيحمي اقتصاد كرة القدم، هو اللي هيحمي اللي هتصرفه الأندية. طيب. من خزانة هي في الآخر صناعة يعني. ماشي، بس أسمع برضو رأي الأستاذ محمود في الثلاث مباريات وانطلاقة جديدة للدوري العام المصري. يعني أنا الأستاذ عصام طبعا اتكلم على الجانب الفني والكلام، أنا في يعني يمكن نظرة مختلفة شوية. اتكلم على جزئيتين، جزئية البث التلفزيوني وجزئية الإضاءة. نعم. إضاءة في الملعب. يعني البث التلفزيوني لسه برضو بعافية شوية، والمسألة يعني ما يعني التجويد يا جماعه يعني مطلوب ومهم جدا عشان نتخلص من نتخلص من عليك واحد عليك واحد يا استاذ محمود ماشي اتفضل نتخلص من مشاكل البث التلفزيوني. المساله محتاجه وضوح يعني اكتر للرؤيه، ويمكن وضحت في ماتش البنك الاهلي وفاركو. تلاحظ الاضاءه الملعب يعني مش انا مش متذكر يعني اضاءه الملعب تقصد؟ طبعا بيتر سبورت بصراحه في مشكله، في مشكله واضحه جدا محتاجه فعلا وقفه، لكن الوضع كان مختلف في ماتش المصري يعني. اضاءه الملعب كانت افضل لا الاضاءه واضحه والملعب حاجه منوره يعني. بيترو سبورت اعتقد بيترو سبورت البنك الاهلي برج العرب في لا دي برضو من الحاجات الجزئيات المهمه، خاصه ان خلاص دخلت الدوري محترفين ورابطه، وبقول للرابطه انتوا عندكم فلوس وعندكم حاجات كتيره جدا، بس المفروض يبقى فيه. بقول لك ايه، خلاص ده احنا الحمد لله، ده احنا هنتكلم لسه عن الرابطه. انا امبارح يعني انا كنت بقول حاجه، النهارده بقول حاجه تانية بصراحه. انا بقول لك لازم يبقى فيه التجويد وفي البحث عن الافضل، لانه طبعا الناس كلها لاحظت المساله دي يعني بامانه شديده. انا صعب على لعيبه الفرقتين بنك الاهلي وفاركو في المباراه. ايوه انت بتتفرج يعني يا دوب الملامح واضحه قدامك وانت شايف كده في الاسوان. يعني انا شايف انه اسوان ويلعب 3 العصر في اسوان، مش عارف ليه كان المساله. كابتن اسلام محتاجه برضو نظره ابعد شويه من كده من الموضوع. ماشي. لكن المساله اصبحت يعني بامانه شديده خلاص، اسوان خدت الضربه الاولى. ويعني ودي رساله يمكن الكابتن ربيع والجهاز بتاعه والصفقات اللي جت، المساله مش اعلام وصفقات، محتاجه جهد كبير جدا في الملعب. أوكي. المصري الاتحاد قبل هديه المصري من الدبابه النيجيريه اوسن وموتو، لعيب شرس. انا شايف ان المصري خسره جدا وهيخسر وهيأثر لانه من اللاعبين المميزين في وسط الملعب بامانه شديده. وشوف عامل الكره ازاي وراكب ازاي على المدافع مع نفسه صفاره الحكم، رجعت له تاني وراح وكمل. طيب. فيها حلو ده. ماشي. والمهدي سليمان انقذ الاتحاد بعديها بدقيقتين ثلاثه فرصه كانت هيجي عالمي لنص الملعب. يعني برضو يعني عايز اقول لك ايه، رغم ان المباراه فنيا مش بالمستوى المطلوب، لكن هنقول انه الاتحاد قدر ياخد من اسوان 3 نقاط غاليين جدا. لكن حضراتكم دايما بتتكلموا، شايفكم يعني كده في حاجه برضو نشكر عليها يعني الاصرار، ويا رب تستمر، اللي هي فكره رش الملعب يا كابتن. املي بقى ان بين الشوطين يكون التنبيه انه الرش ما يبقاش كده وخلصنا، لانه عرفت كده من ملعب يعني من الثلاث ملاعب ان الرشه بتاعت بين الشوطين ما كانتش يعني الناس خايفه على المايه شويه، لكن محتاجين ده، لانه الملعب وحضرتك لعيب كوره ونجم كوره بتفرق، حتى لو ملعب لو فيه حاجات ترابيه ممكن المايه تعالجها تمشي الدنيا شويه.